تقريبا الساعة 6:30 الصبح صحينا على صوت إطلاق نار، كانوا محاصرين منزل بالقرب منا 50 متر أسفل هذا. صار الجيش يضرب رصاص عشوائي على الدور، يضرب قنابل صوت، يضرب قنابل غاز، ضرب قنابل حركة أداة حركة سيارات زي هاي السيارة، ضربوا عدة سيارات هون رصاص، سبوا فين أضرار، ضربوا رصاص على المنازل، أنا عندي في البيت الشبابيك مكسرة.